اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج صدى الاقلام، نرصد فيها ابرز ما كتبت الاقلام في الصحف العراقيه والعربيه والعالميه، ولكن بعد جوله في اهم العناوين. في المدى ترجيحات بوقوف جماعه الكاتيوشا وراء قصف الخضراء لاحراج عبد المهدي. في الشرق الاوسط التحالف الدولي يحتفظ بحق الرد بعد هجمات قرب سفاره واشنطن في بغداد. في البصائر اعتصامات لإنقاذ ذي قار من السرطان ومطالبات بإعلانها منكوبة. في الزمان التخطيط التربوي يقول إن مليارات خصصت لبناء المدارس لم تنفذ منها واحدة. في العرب اللندنية أوروبا تغادر ترددها وتحمل إيران مسؤولية الهجوم على أرامكو. في العرب الجديد روحاني يربط نجاح جهود فرنسا بوقوف العقوبات الأمريكية وماكرون متفائل. وفي القدس العربي بيلوسي تعلن فتح تحقيق رسمي بهدف عزل ترامب، والأخير يصف ذلك بالمطاردة النتنة. إلى المقالات. هل يقدر رئيس الحكومة في بغداد عادل مهدي على تجنيب العراق خطرا سياسيا بعد ثبوت تورط إيران بالهجمات الصاروخية والدرونزية على معامل النفط بشركة أرامكو السعودية؟ مشاري الذيدي يرى في مقاله بصحيفة الشرق الأوسط أن على عادل عبد المهدي أن يختار بين الدولة أو ميليشيا الحشد. أبو مهدي المهندس أعلن الحرب اللفظية على أمريكا لأنه إما هي من يقصف مقراته وإما تغطي على إسرائيل، لكن فالح الفياض رئيس ما يسمى هيئة الحشد الشعبي عارض تصريحات نائبه المهندس، وقيل إن ذلك يعكس خلافاً حقيقياً داخل الحشد، وقيل بل هي لعبة توزيع أدوار. المهم الآن كيف يتصرف عادل عبد المهدي الذي لم يمضي أكثر من 11 شهراً منذ توليه رئاسة الحكومة. هو أعجز من مواجهة قوة الحشد داخل العراق. إن سلمنا بصحة نيته في المواجهة، وهو بالوقت نفسه أعجز من إثارة الغضب الأمريكي. هجمات إيران عبر عملائها من الحشد على الأهداف الأمريكية ربما تعصف به وبمواقفه الرمادية، خاصة بعد إطلاق صاروخين الاثنين الماضي على المنطقة الخضراء، كما أن الاتهامات الأمريكية طالت ميليشيات الحشد بسبب الهجمات التي تعرضت لها قواعد عسكرية تستضيف قوات أمريكية. يبدو عبد المهدي لا حيلة له، فهو قد أصدر قراراً بعد الضربات الموجهة لمقرات الحشد بمنع تحليق الطيران بالجو العراقي إلا بإذن حكومي، ومع ذلك استمرت هجمات الدرونز المجهولة على معسكرات الحشد. ويختتم الكاتب بالقول إن رئيس الحكومة عادل عبد المهدي ولا غيره لن يقدر على تطهير العراق من تغول الميليشيات الطائفية الموالية لإيران إلا إذا أجبرته واشنطن على ذلك أو من يخلفه. الخبث الإيراني يسعى إلى تصوير المملكة العربية السعودية كأنها دولة تدعو إلى الحرب على إيران. الكل يعلم أن السعودية ودول الخليج عدا إيران لا تريد أي حرب جديدة في المنطقة. يقول داود الفرحان في الشرق الأوسط إن اللافت هو أن النظام الإيراني يدعو إلى الحرب ويستفز دول الخليج العربي بهدف ضرب أي هدف إيراني بحري أو جوي أو بري، ليكون ذلك مفتاح الحرب أو الزر الأحمر لإشعالها. لنعد بذاكرتنا إلى بداية الثمانينيات من القرن الماضي بعد عام واحد من مجيء حكم الخميني وسقوط النظام الشاهنشاهي، بدأ النظام الجديد عهده بالإعدامات والتصفيات وأزمة السفارة الأمريكية واستفزازات عسكرية على طول الحدود العراقية، بلغت ذروتها بحرب بين البلدين استمرت 8 سنوات. رفض الخميني خلالها عشرات الدعوات العراقية والوساطات الأجنبية لوقف الحرب وإجراء مفاوضات لإطلاق سراح الأسرى وإقامة علاقات حسن جوار.
ستستمر إيران الملالي بهذا النهج، فالسلام واستقرار إيران يؤديان إلى سقوط النظام، والبديل الوحيد لمنع سقوطه هو الحرب، الخروج من حرب إلى أخرى، وكلها خارج الحدود في العراق وسوريا ولبنان واليمن وأفغانستان. والميليشيات الإيرانية والخلايا النائمة في هذه الدول هي المخالب التي تعتمد عليها المؤسسة الدينية الحاكمة في الجمهورية الإسلامية. لا شيء يدفع إيران إلى التمادي في عملياتها العدوانية أكثر من تخبط التصريحات الأمريكية، سواء من قبل الرئيس ترامب أو وزير خارجيته بومبيو، التي تحولت بين ليلة وضحاها من تدمير إيران إلى لا نريد الحرب. وفي أحد تصريحات ترامب قال: أستطيع إعطاء أمر بضرب 15 موقعاً في إيران، لكني لن أستعجل. ولا يقول للناس ماذا ينتظر. الكاتب يرى أنه إذا استمر الحال على ما هو عليه في البيت الأبيض، فإن إيران ستتمادى إلى آخر احتمال في إشغال العالم بهذه الأزمة، بينما تستكمل سرا برنامجها النووي الذي لم يتوقف لحظة واحدة طوال سنوات الاتفاق الذي ألغاه ترامب، مؤكدا أن طهران لن تتراجع عن سياسة حافة الهاوية، فهي سياسة مريحة لها داخليا وخارجيا ومرهقة لدول المنطقة. يقول المثل اليوناني: على باب رجل أصم يمكن أن تطرق إلى الأبد، ويبدو أننا ابتلينا بحكومة صماء، لذا فلن تجدي طرقاتنا على أبوابها، ولن تستمع إلى صراخ الأطفال وعويل الأمهات وأنين المرضى وهتافات المتظاهرين مهما علت. عدوية الهلالي تقول في صحيفة المدى إن الحكومة ستنجح دائما بادعاء الصمم، ثم تعمل على تحويل اتجاه الغضب الشعبي لوجهة أخرى وإلهائه بأزمة جديدة وهكذا، وبالتدريج سيجد نفسه يدور في حلقة مفرغة من الأزمات ولن يجرؤ على الخروج منها. منذ أن بدأت أزمة إزالة التجاوزات والكل يتبادل الاتهامات، فهنالك من يتهم الحكومة بأنها تستهدف الفقراء ولا تحاسب الأحزاب والمسؤولين الكبار الذين يحتلون مناطق كبيرة تعود للدولة، وهنالك من يتهم سكان التجاوزات ويقول بأن أغلبهم يملكون دورا سكنية لكنهم عملوا على تأجيرها والسكن في مناطق التجاوز. كما اتهمت حكومة البصرة سكان التجاوزات بالعمل في تجارة المخدرات والسرقة وكل الممارسات المخالفة للقانون، وألقت باللوم على الطارئين على مدينة البصرة داعية إلى إخراجهم من المحافظة وإعادتهم إلى مناطقهم، ما حدا بفريق آخر إلى اتهام محافظ البصرة بالتفكير المناطقي. فيما يخص الفقير المعدم الذي وجد في العشوائيات حلاً لمشكلة السكن، فلم يكن أمامه إلا الخروج في تظاهرات والصراخ مطالباً بحقه في الحصول على سقف يأويه في زمن فقدان الثقة بوعود الحكومة ومرشحي الانتخابات. لكن الزوبعة التي حدثت لم تتخطى الفنجان الذي أعد لها، فهي مجرد أزمة كسابقاتها وستتظاهر وتضمحل بالتدريج بانتظار ظهور أزمة أخرى، ولن تستمع الحكومة لصراخ الفقير أو تحاسب الكبار الذين يستولون على أملاك الدولة، ولن تجد حلولاً بديلة أو تتناول القضية بشكل جدي. الكاتبة ترى أن الحكومة وبعد حرق عدة دور وهدم أخرى وتشريد عوائل عديدة ستتريث في إزالة التجاوزات، لأنها لن تجد لها حلولاً ولن تجعل منها شرارة يمكن أن تتسع وتصبح حريقاً، وهكذا سيكتشف المواطن أنه يدور في حلقة الأزمات ولن يخرج منها أبداً، وخلال ذلك سيكتشف أيضاً أنه سيظل مضطجعاً إلى الأبد على طاولة السلطة وهو في حالة تخدير أو موت سريري. نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالاً لروري ماكارثي يعلق على الانتخابات التونسية الأخيرة قائلاً إن أمل تونس في التحول الديمقراطي للمستقبل يواجه تحدياً جديداً،
ويشير الكاتب إلى أن الناخبين في البلد أعلنوا عن تقريعهم الحاد للنخبة السياسية. ففي الجولة الأولى من الانتخابات كان أداء المرشحين الذين يمثلون المؤسسة ضعيفاً، ومن بين هؤلاء مرشح حركة النهضة وكذلك حزب تحيا تونس بزعامة رئيس الوزراء الحالي يوسف الشاهد. الكاتب يلفت إلى أن اثنين من خارج الطبقة السياسية فازا في الجولة الأولى وتأهلا للجولة الثانية، مشيراً إلى أن أحدهما محام في القانون الدستوري، أما الآخر فهو رجل أعمال وصاحب محطة تلفزيونية في السجن بسبب التهرب الضريبي وتبييض الأموال. ويرى مكارثي أن التصويت الأخير لا يعد فقط رفضاً للحكومة الائتلافية الحالية، بل هو أيضاً رفض للطريقة التي أدارت فيها النخبة السياسية المرحلة الانتقالية. ويلفت مكارثي إلى أنه في مناطق أخرى من العالم انتهى حلم الربيع العربي إلى الثورات المضادة والعنف، إلى أن تونس حافظت على وعد الديمقراطية وكانت الانتخابات الرئاسية سلمية وبدت عادلة ونزيهة. وينوه الكاتب إلى أن التونسيين يأملون أن يؤدي رفض النخبة السياسية إلى إعادة تشكيل النظام وإحياء وعود انتفاضة عام 2011 وإنشاء حكومة تكون مسؤولة وشرعية وفتح المجال للفرص الاقتصادية. ويستدرك مكارثي بأن الخوف يبقى من الانزلاق نحو الميول الدكتاتورية، وهناك بعض اللحظات المخيبة للآمال بما فيها القانون الذي مرره البرلمان الذي أضعف هيئة الحقيقة والكرامة وعمليات العدالة الانتقالية ومنح العفو عن المسؤولين المتهمين بالفساد. واختم الكاتب مقاله بالقول إن هناك احتمالاً بعدم مشاركة الناخبين بشكل كبير في الانتخابات البرلمانية، ما يعني إمكانية عدم سيطرة الإحزاب الرئيسة، ومن هنا فإن برلماناً مشتتاً قد لا يكون قادراً على الحد من طموحات الرئيس، وقد يجد البرلمان صعوبة في الاتفاق على أعضاء المحكمة الدستورية التي ستكون الضامنة الأخيرة للانتقال الديمقراطي في تونس. قالت صحيفة إندبندنت عربية إن الأوراق تبعثرت مجدداً أمام رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون فيما يتعلق بملف خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد أن قضت المحكمة العليا البريطانية بعدم قانونية تعليق أعمال البرلمان في الفترة التي تسبق بريكست، ما شكل صفعة كبيرة له. وأشارت الصحيفة إلى أن جونسون بات في وضع حرج مع اقتراب موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. مع إقرار احترامه لقرار المحكمة العليا، جدد جونسون الموجود في الأمم المتحدة لحضور اجتماعات الجمعية العامة الدعوة لتنظيم انتخابات في بريطانيا، وذلك في وقت تضيق فيه الخيارات أمامه مع اقتراب موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي والمقرر في 31 من تشرين الأول المقبل. مثل قرار المحكمة العليا البريطانية بعدم قانونية تعليق أعمال البرلمان في الفترة التي تسبق خروج لندن من الاتحاد الأوروبي صفعة كبيرة لرئيس الوزراء بوريس جونسون. وفيما يستعد مجلس العموم وفق ما أعلن رئيسه جون بيركو استئناف جلساته اعتبارا من صباح الأربعاء، تعالت الأصوات المطالبة باستقالة جونسون من الحكومة، لا سيما من قبل حزب العمال البريطاني المعارض وزعيمه جيرمي كوربن. ويعد قرار المحكمة العليا البريطانية الحكم الأكثر دراماتيكية في عملية بريكست المضطربة، لا سيما وأنه صدر في وقت حرج جدا بعد أن أصر جونسون على أنه يتعين على بريطانيا مغادرة الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد أيا كان الأمر، بعد أكثر من 3 سنوات من التصويت على ذلك في استفتاء 2016. وتختتم الصحيفة بالقول إن المحكمة العليا البريطانية بوقفها تعليق أعمال البرلمان أضافت فصلاً جديداً في ملف بريكست الطويل، حيث تعقدت السيناريوهات المحتملة أمام لندن في الشهور والأسابيع القليلة المقبلة بشأن ملف الخروج من الاتحاد الأوروبي.
يثير افتتاح الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الكثير من الأسئلة والهواجس التي تقلق العالم جراء هذا الكم من الصراعات والأزمات التي تعصف به، والتي يبدو أنها قد تستمر وربما تتصاعد وتزداد سوءاً بسبب عدم وضوح النظام الدولي القائم وأفاق النظام الدولي الذي يتشكل. صحيفة الخليج الإماراتية ترى أنه ليس مأمولاً أن يتمكن قادة العالم من حل هذه الأزمات، فأكثر الحاضرين والمتكلمين يرون في الأمم المتحدة مجرد منبر للكلام وليس مكاناً لحل الأزمات. القرارات الكبرى تتخذها الدول الكبرى إذا كانت مصالحها تتقاطع، وهي بحكم نظام الأمم المتحدة الذي يخضع للدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية، فإنها قد تكون سبباً في الأزمات وتصاعد وتيرتها وتهديدها للسلام والأمن الدوليين إذا اختلفت، ويتحول صراعها السياسي إلى صراع ميداني. لو نظرنا إلى خريطة العالم الآن لأدركنا حجم الأزمات والصراعات التي تدور في مختلف القارات، ولا أدركنا أيضاً أن بعض هذه الأزمات قد يخرج عن السيطرة ويتحول إلى صراع مفتوح يأكل الأخضر واليابس. تبدو الأمم المتحدة التي يلتئم شمل قادتها في نيويورك عاجزة عن حل أي أزمة من هذه الأزمات، لأن من يمتلك القرار هو القوى الكبرى نفسها التي تمتلك حق النقد الفيتو، الذي تحول إلى سيف يستخدم في كثير من الأحيان بما يتناقض مع مبادئ الأمم المتحدة وميثاقها وخارج الأخلاقيات السياسية ومبادئ الحق والعدل، كما هو حال القضية الفلسطينية التي حولتها الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة إلى قضية اقتصادية يجوز فيها البيع والشراء والسمسرة، وليست قضية عادلة وقضية عدالة وحقوق تاريخية. الصحيفة تقول إنه في مثل ذلك الوضع الدولي الملتبس الذي تسوده الفوضى والأزمات يبدو العالم بلا رأس يقوده، وإلى أن يحين موعد العثور على هذا الرأس ستبقى الأمم المتحدة عاجزة عن إيجاد أي حل. من المقالات إلى زاوية الأخبار المنوعة، والبداية بهذا الخبر، حيث حصلت نقلة جديدة في استدامة موارد الأرض يعكف على صنعها الزوجان غافن وأليس مونرو في حقلهما بمنطقة المقاطعات الوسطى في بريطانيا، إذ أن حصادهما عبارة عن أشجار طوعها لتنمو في صورة مقاعد. وذكرت صحيفة البيان الإماراتية أن الزوجين يملكان مزرعة للأثاث في ديربيشير يتوليان فيها رعاية 250 مقعداً و100 مصباح و50 منضدة. وقال غافن إن الفكرة هي زراعة شجرة لتنمو بالشكل الذي تريده مباشرة، بدلاً من زراعة شجرة قصراً لمدة 50 عاماً ثم قطعها وتقطيعها إلى أجزاء. والإنتاج ليس رخيصاً نظراً لحجم العمل والوقت المطلوب لإنتاج قطع الأثاث العضوية، ويبلغ سعر المقعد 10,000 جنيه استرليني، وتتراوح أسعار المصابيح بين 900 إلى 2,300 جنيه استرليني، وأسعار المناضد بين 2,500 و 1,200 أو 12,500 جنيه استرليني. وتستغرق زراعة المقعد العادي من 6 إلى 9 سنوات إضافة إلى عام آخر حتى يجف تماماً. قال خبراء فنيون إن لوحة عثر عليها معلقة في منزل امرأة مسنة بالقرب من باريس هي تحفة مفقودة منذ فترة طويلة للرسام تشينباو، أحد فناني عصر النهضة. وقالت صحيفة الشرق الأوسط إنه تم اكتشاف اللوحة وهي جزء من سلسلة من لوحات تعود إلى أواخر القرن الثالث عشر، معلقة في مطبخ المرأة المسنة بمنزلها في بلدة كومبيان شمال فرنسا، ويعتقد أن سعر اللوحة قد يصل إلى 6.5 مليون دولار في مزاد سيقام في فرنسا الشهر المقبل. وكانت المرأة طول الوقت تعتقد أن اللوحة المعلقة فوق الموقد في مطبخها عبارة عن أيقونة دينية قديمة، حتى نقلتها مؤخرا إلى دار مزادات محلي، وهناك تم اكتشاف قيمتها
الأصلية. نذهب الآن وإياكم إلى زاوية الكاريكاتير. نهاية صدى الأقلام، دمتم بخير وإلى اللقاء.